تسمع برنامج كلاس من شيكاغو في مؤتمر اتحاد طلبة الكويت بالولايات المتحدة الأمريكية. مساكم الله بالخير جميعا. احنا اليوم موجودين على ستيج مؤتمر الاتحاد الوطني لطلبة الولايات المتحدة وموجودين في هذا المؤتمر 37. اليوم انا عمر القصاص موجود من مارينا اف ام عشان نسوي هذه الحلقة الخاصة في برنامج كلاس. راح تكون ويانا خلال الساعة الجاية برنامج كلاس اللي موجود اليوم في شيكاغو عشان ينقل أكثر من زاوية في هذا المؤتمر. أول شيء راح نبلش مع شركة زين للاتصالات وغنية عن التعريف وغنية برعايتها لمؤتمر الطلبة لمدة ما يقارب 17 سنة على التوالي. ويانا اليوم حمد المصيبيح مدير إدارة العلاقات الخارجية والداخلية في زين الكويت. مساء الخير. حياك الله. مساك الله بالخير. شلونك عمر؟ بخير الله يسلمك. شكرا على هالفرصة هذه، ونحب أول شيء نبارك حق نجاح هذا المؤتمر. نحب نشكر الاتحاد الوطني طلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأمريكية، وإحنا اليوم زين موجودين يعني من بداية المؤتمر. إن شاء الله راح أكون معاهم لحفل الختام، وفي عقب هذه الفقرة فقرة كلاس إن شاء الله راح تكون في مسابقات زين أون ستيج. دائما وابدا زين يعني متواجدين في مثل هذه الاماكن الطلابيه. لكن السؤال اللي ودي ابلش فيه دايركت وبدون اي مقدمات اكثر من اللي قلناها، حمد زين ليش قاعد ترعى مثل هذه المؤتمرات الطلابيه؟ انت توك ذكرت رقم، قلت 17 سنه. 17 سنه انا افتكر ان هذا يعني عدد سنوات صارت يعني اصبحت زين جزء لا يتجزا من هذا المؤتمر. اليوم دور زين ما هو مجرد جناح اني اوزع فيه هدايا، لا، احنا قاعد نشارك في ورش عمل مع الطلبه. كذلك احنا وفرنا في برامج في المؤتمرات السابقه مع برنامج مع شركه هواوي في شراكه، يعني حتى من خلال صار في استضافه من بعض الطلبه وعدد مشاريع ممتاز رحنا شاركنا معهم للصين واستثمرنا بهذه المشاريع ومولناها. هذا اللي كان بالمؤتمر اللي طاف. المؤتمر اللي طاف. وفي شغلة أساسية اللي هي الرئيسية، إحنا قاعد نشارك في معرض الفرص الوظيفية. اليوم كل مؤتمر في رابط مباشر دايركت يدش الطالب على موقع اللي هو شركة زين كارير فير، زين كارير، على طول راح يدش عنده اللي هو يحط التخصص المطلوب، وإحنا راح نوفر يعني عندنا مساحة جدا كبيرة حق طلبتنا الخريجين في مختلف التخصصات. هذه فرصة أي أحد مثلاً على وشك تخرج أو إنه على سنة تخرج يستفيد من هذا الموضوع، يدخل على موقعنا الإلكتروني اللي هو زين دات كارير، ويحط على الموقع اللي هو الشركة اللي بيشتغل فيها، شركة مثلاً زين كويت أو على حسب الشركة. ممتاز. فمنها يقدم على CV أو هو طلب التوظيف، وراح إن شاء الله يعني يستقبلون الشباب الموجودين في قسم الموارد البشرية، وبناء على التخصص اللي هو درس فيه راح يشوف إن شاء الله المكان اللي يليق في الدراسة اللي تعب عليها. ممتاز. هذا زين اللي قاعد قدمه حق الطلبة كفرص. صحيح. للوظيفة بالفترة الجاية. لكن زين شنو اللي قاعد يرد عليها؟ يعني زين ليش قاعد تسوي كل هذا؟ أنت اليوم يعني خلينا نتكلم صراحة، اليوم الشباب جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، نسبة الشباب يعني تعادل 70% أو نسبة أكبر من 70%. فاحنا اليوم من باب مسؤوليتنا الاجتماعيه يعني تجاه طلبتنا واخواننا اللي موجودين في الولايات المتحده الامريكيه ان نشارك يعني في هذا المؤتمر اكبر تجمع طلابي، وين تحصل اكثر من هالمكسب هذا؟ نشارككم انا اشوف المؤتمر وطني ما هو بس مؤتمر طلابي، مختلف يعني قاعد نشوف ما شاء الله تبارك الرحمن ورش الندوات اللي موجوده من يعني خيره الضيوف تبارك الرحمن اللي احنا شخصيا قاعد نستفيد منها كنا حتى رعاة، قاعد نحضر وياهم وقاعد نسمع وياهم وقاعد نشارك طلبتنا. أنا أشوف فيها استفادة كبيرة. اليوم المردود إحنا مو شرط إنه يكون مردود مادي، عكس إحنا هني نقدم هذا الخدمات حق طلبتنا حق إخواننا اللي موجودين، فالاستفادة هي استفادة متبادلة بشكل عام بشكل كبير. ممتاز. يعني من الأشياء اللي معروفة عن زين إن عندهم شيء يسمونه فن. فن يمكن ذكرت برنامج فن هو فيوتشر يونيفرسيتي نتورك. إحنا عندنا برنامج خاص حق الطلبة، أي طالب موجود بالكويت حتى لو فترة إجازته قاعد بالصيف 3 شهور يشرفنا شركة زين يقدم CV البسيط حتى اللي خدام خلال مدرسة يعني بدراسته يستفيد في مثلا إدارة الفروع أو عن طريق اللي هو الإدارة الإعلامية أو عندنا مثلا بالإدارة العلاقات العامة مجرد 3 ساعات يخدم فيها، أو أنه يصير مثلا عن طريق اللي هو باي تاسك،
وفيها مبلغ مادي اللي هو الراتب الشهري، يعني طبعا راتب جزئي بناء على العمل، وهذا يستفيد منها، منها خبرته ومنها يعرف سوق العمل شنو احتياجاته. باكر لا تخرج يعرفه شلون راح يواجه العميل، شلون راح يتواصل وياه، شلون راح يستفيد منه من خلال الرعايات او الخبرات اللي هو قاعد يستفيد منها. فانا بالعكس انا ادعو كل طالب موجود سواء يسمعنا الحين من خلال مارينا فام او متواجد معنا في المؤتمر، الباب مفتوح حق برنامج فن، برنامج طلابي يعني منها يستفيد منها. كذلك عندنا برنامج زي جي اي اللي هو زين جريت ايديا، هذا خاص في هي حاضنه اللي هو المشاريع، اي شخص عنده مشروع بالعكس يقدر يقدم فيها. طبعا البرنامج الحين تونا خالصين منه الحفل الختام، برنامج راح يكون هو سنوي، منها اي شخص عنده فكره برنامج احنا بس مجرد يقدم عليه عن طريق اللي هو الموقع الالكتروني الخاص في زي جي اي اللي هو زين جريت ايديا، راح طبعا نشوف ننظر حق البرنامج نفسه، وبنفس الوقت احنا راح نتبنى هذه المشاريع، نتمناها سواء بشركة زين أو إن إحنا نقدم هذا المشروع حق مجموعة من المستثمرين، فهو بالنهاية بكل أحواله هو الربحان. هو الربحان. هذا الفكرة منها. عندك يعني أكثر شيء اللي أنا بالعكس أنا أدعوه منه زي اللي هو عفواً فن، أنا أشوف إن هذه فرصة، مجرد إنك تكون قاعد بالكويت قاعد 3 شهور حرام، استفيد منها، استغل هذا الوقت الفراغ. يعني اجتماعيا اهم ان تعرف انت شو اللي تحتاج اليوم، طيب وقت دراستك شيء، ووقت لما اعتقد عمر انت واحد من الناس اللي احنا اشتغلنا ويا بعض برنامج فن واستفدنا مع بعض، بالعكس يعني الخبرات متبادله بيننا بين بعض. ممتاز. فهذه الفرصه اليوم قاعد تقدمها شركه زين للاتصالات للطلبه اللي يجون في اجازه، بالذات يعني لما نقول انتوا طلبه في الولايات المتحده وتجون اجازه للكويت تقدرون تروحون زين وتقدمون على موضوع فن اللي هو اشبه ما يكون في موضوع البارت تايم. هو برنامج بارت تايم لكن هو حق الطلبه الجزئي. نعم. راح تكسب من وراء الخبره وايضا في مكافاه ماديه على الفتره اللي انت تقضيها. صحيح. اما 3 ساعات عمل او يكون او انه تقريبا على حسب يعني مسؤولك المباشر شنو اللي يطلب منك، احنا نسويها مثلا باي بروجكت او على حسب النشاط او الشغلات اللي تكلف فيها. ممتاز. بس بشكل عام هي في ساعات معينه تخدم فيها اللي هو اعتقد اذا ماني غلطان ما يحضرني الرقم اعتقد 40 ساعة 40 ساعة اي نعم خلال الشهر، وراح تاخذ عليها مكافأة مادية، كذلك انه راح يعني راح تاخذ عليها شهادة انك انت غريت في انك خذيت اجتزت اللي هو 40 ساعة خلال الشهر هذه. ممتاز. فرصة وخبرة وخلي الكل يستفيد منها. يعني انا اشوف انه بالعكس طبعا في اقبال كبير، يعني احنا قاعد ناخذ ما شاء الله تبارك الرحمن في طلبات كثيرة، بس بنفس الوقت الباب مفتوح، ما نمنع، ما يعني ما نقول انه لا والله غير محتاجين، المجال مفتوح، ومنها هم بنفس الوقت حق اللي متخرج او اللي على وشك تخرج نفس الطريقه احنا ندعوهم انه يدخلون موقعنا الالكتروني للتوظيف، يحط التخصص اللي هو متخرج منه ان شاء الله، وباذن الله الشباب الموجودين في الموارد البشريه راح يتواصلون وياه وراح يقابلونه، وباذن الله يشوف الوظيفه اللي ترسم مستقبله ان شاء الله باذن الله معانا بشركه زين. طبعا شركه زين عالم جميل يعني ما يحتاج، وبيئة عمل يعني ممتازة ومناسبة حق إن شاء الله حق الشباب المستقبل. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. كنا حمد المصيبيح من شركة زين، مدير إدارة العلاقات الداخلية والخارجية في شركة زين الكويت، اليوم ويانا في هذا الستيج كل الطلبة اللي موجودين ويانا اليوم في مؤتمر اتحاد الطلبة في الولايات المتحدة، وتحديدا هذه السنة بشيكاغو، أو اللي قاعد يسمعونا على مارينا FM أو اللي قاعد يشوفونا على مارينا TV. بعد شوي راح نكمل هذه الساعة مع مجموعة من الطلبة في الولايات المتحدة، وراح نعرف شنو عندهم وش قاعد يسوون في الفترة اللي هم قاعد يدرسون فيها، وشلون قاعد يستغلون فترة دراستهم مع مواهبهم والأشياء اللي يستغلون فيها يومهم من خلال العيشة هني. إن شاء الله بريك ورادين مع طلبتنا، خلكم ويانا. أنت تسمع برنامج كلاس من شيكاغو في مؤتمر اتحاد طلبة الكويت بالولايات المتحدة الأمريكية. مساكم الله بالخير مرة ثانية في حلقة كلاس اللي قاعد تسمعونا الحين من مارينا FM أو تشوفونا من مارينا TV أو الطلبة اللي موجودين يانا اليوم بالستيج في مؤتمر اتحاد الطلبة في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في مدينة شيكاغو. قبل شوي قلت إن راح يكونون ويانا طلبة يدرسون بأمريكا لكن مستغلين فترة دراستهم بأمور هم يحبونها، وهذا جانب مهم وايد إن أي طالب اليوم
يدرس برا صحيح انه لازم يركز على دراسته، لكن في جانب مهم وايد انه اذا قدر يربط ما بين دراسته ومواهبه او الاشياء اللي يحبها فراح يكون برافو. فاليوم عندنا مثالين ونموذجين موجودين يانا اليوم على الستيج، اخوي محمد المرزوق طالب في امريكا، واخوي محمد الاقرع ايضا طالب في امريكا، لكن كل واحد فيهم استغل فتره دراسته بالشيء اللي يحبه. محمد المرزوق تدرس شنو؟ تغذيه. تدرس شنو؟ تغذيه. تدرس تغذيه، ممتاز. نعم. وشنو الشيء اللي قاعد تسويه يعني غير دراستك؟ بالوقت الحالي انا ماشي في سيستم تدريب الاونلاين، تدريب رياضي، ادرب الناس اساعدهم ان يعدلون اجسامهم، وهم اشتغل مواد رياضيين لاعبين المنتخب ان اساعدهم في تطوير الاداء الرياضي من ناحيه التغذيه السليمه والتمارين السليمه. ممتاز. فعندنا محمد بالجانب التغذيه والرياضه، والجانب الثاني محمد الاقرع بعد موجود ويانا طالب في امريكا، بس الجانب اللي مهتم فيه اللي هو الفنون القتاليه. الفنون القتاليه. محمد طبعا اللي عارفه ان باكر ان شاء الله عندك باكر عندي بطوله ما شاء الله، ان شاء الله بطوله على على مستوى نورث كاليفورنيا، على شمال كاليفورنيا ان شاء الله. ممتاز. محمد انت من متى بلش تحديدا في هذا المجال؟ يعني انا بديت فنون قتاليه من 2012. ممتاز. لكن بعد ما جيت امريكا وبديت الاحتراف هنا، فبديت مجال الاحتراف من 2017 والحمد لله مستمر الحين باحسن نادي الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. فاليوم محمد من خلال دراسته اللي هو قال في 2012 صح ولا اي؟ هي بدايه 2012 لكن انا اسميها بدايتي الصجيه بعالم الاحتراف الفنون القتاليه كانت من 2017، من اول ما بلشت دراستي الجامعيه بامريكا. ممتاز. من اول ما بلش يا امريكا حاول انه يستغل فتره تواجده هني انه يطور نفسه ويكون مو بس هوايه، لا يتحول من هوايه الى انه يكون بطل في هذه اللعبه. انا هذا اللي قاعد ارد اركز عليه في كلامي من اول ما تكلمت وياهم، انه شلون يقدر الطالب هني انه يستغل تواجده. صح الدراسه مهمه واغلب وقتك لها، لكن ما يمنع انك تستغل بيومك ساعه او ساعتين، ثلاث ساعات، اربع ساعات بالاسبوع، انك تطور في جانب من الجوانب، ايا كان هذا الجانب، اهم شيء انه يكون مفيد بالنسبه لك. ابي اسال محمد المرزوق على موضوع التغذيه. اليوم احنا يعني اللي نسمعه من الطلبه ان اغلب يومه يكون بالجامعه. حلو. وهو عايش مثلا بروحه او مع روميت وياه، ما في احد يطبخ لهم او شيء، فيضطر هو يضطر انه يطبخ الصبح او لما يرد من الجامعه. فشلون ممكن يرتب حياته يعني من ناحيه الاكل بدون ما يخرب جسمه؟ جميل. انا دائما امشي في موضوع تجهيز الوجبات. انا بالنسبه لي مع شغلي ودراستي وهذا كله اللي خليني التزم ببرنامج غذائي، ودائما اللي انصح الطلبه يمشون على تجهيز الوجبات. انت لما تطبخ اكلك اليوم ويظل معك لثلاث ايام قدام، انت ثلاث ايام قدام عندك تاكل اكل، انت ما راح تحاتي موضوع ان انا عندي اكل وما عندي اكل. صح الطعم قد يكون شوي مختلف، ولكن لو تقيسه كايجابيات وسلبيات، الايجابيات وايد اعلى، ان انت راح تلتزم برنامج غذائي مالك وتقدر تاكل اكل زين ونظيف وصحي، والاكل ما راح يخرب خلال ثلاث ايام الثلاجه، ثلاث ايام الثلاجه وضعك سليم. وانا اللي اسوي انه اليوم بنص الاسبوع يكون ما عندي ضغط دراسي، مثلا من يوم الثلاثاء اطبخ فيه، ويوم الويكند يوم السبت مثلا هاليومين اطبخ فيهم، ما ياخذ وقت. ودائما احاول اسهل على نفس الموضوع، يعني مثلا الدياي اللي باخذه اخذه متبل جاهز مقصص، بس اخذه اطبخه واخليه موجود. العيش استخدم مثلا رايس كوكر، استخدم بعض الوسائل اللي تسهل علي تجهيز الوجبات، وبس هذا بالطريقه اللي اسويها. بس محمد، هذه الوجبات اللي انت قاعد تقولها، انت قاعد تتكلم حياه الطالب، يعني مثلا هل راح يتريق عيش مثلا ودياي مثلا؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، ايش كثر يقدر يتنوع بالوجبات اللي يسويها على مدار الثلاث ايام؟ يعني ما في طالب راح يقبل انه ثلاث ايام يتريق ويتغدى ويتعشى نفس الوجبه، فايش كثر تملكون خيارات في جانب التغذيه انه يكون عنده اكثر من اقتراح في نفس الثلاث ايام. جميل. كل طالب يعتمد على حسب وضعه. في بعض الطلبة مثلا الصبح ما عنده كلاسات، فعنده وقت أن يسوي له بيض، يقدر يمزج على الموضوع، يشرب له قهوة، يستانس بالوجبة. في بعض الناس لا، يكون الموضوع سريع، فروح حق مثلا خيارات أكل تكون جاهزة، ومو شرط يأكل نفس الخيار كل يوم. يعني هو اليوم يأكل شيء معين، باكر يأخذ شيء ثاني، عادي عندك وايد خيارات،
سواء تاخذها جاهزه او انت تجهزها بالبيت. وبالنسبه حق خيارات الاكل، انت مو شرط تطبخ حق ثلاث ايام بس دياي، يعني تطبخ دياي لحم سمك، عندك وجبتين ثلاث وجبات تنوع بينهم حق ثلاث ايام هذه. زين الطعم قلت انه اذا كان بالثلاجه ما راح يفرق؟ لا راح يفرق بلا، يعني انت تطبخه الحين وتاكله راح يفرق عن لما تاكله بعد ثلاث ايام، كطعم بسيط ولكن بالنسبه لي انا اشوفها تسوى من ناحيه ان انت راح يكون عندك وجبات زين جاهزه. الفايدة. فايده نفسها نفسها ما تتغير خلال ثلاث ايام، يعني اذا قعدت بالثلاجه تتغير او لا؟ لا قيمة غذائية نفسها بالضبط. ممتاز. حتى المثلج، لكن المثلج ما يتغير قيمة الغذائية. حلو. فإحنا عندنا اقتراحات اللي يسويها تقعد ثلاثة أيام. البيض طبعًا ما يقعد ثلاثة أيام، صح؟ لا لا ما له داعي. ما يقعد ثلاثة أيام، لكن العيش الأبيض مثلًا كونه سهل والناس متعودة عليه يقدر يسويه ويخزنه بكميات. صحيح. ويكون حق ثلاثة أيام مو أكثر. صحيح. صحيح. ثلاثة أيام بس. ثلاثة أيام زينة. ثلاثة أيام زينة. فيقدر الطالب مثل ما قال يقسم جدوله الأسبوعي إلى مرتين إنه يطبخ فيه. مثلا يسوي له خمس ست وجبات حق الايام اللي ما عنده وقت انه يكون بالشقه ويطبخ فيها او انه يحضر وجباته بنفسها. صح. احنا راح نرد لك محمد، لكن راح اروح حق محمد الاقرع واساله. اليوم انت كطالب بامريكا، يعني معروفه امريكا ان فيها وايد ابطال في الفنون القتاليه ومنافسين وايد، الساحه مو خفيفه مثل الخليج عندنا او بالكويت تحديدا. فاليوم انت شلون تقدر تنافس هذيل الأبطال وبالمقابل أنت عندك دراسة، واللي أعرفه أن دراستك هندسة صناعية مو سهلة. أول شيء أنا أشوف أن وجودي أنا بأمريكا هذه فرصة كل شخص يتمناها، ولازم تستغل كل فرصة ممكنة عندك ياها. الوضع كله بترتيب وقتك، شلون تقدر تنظم وقتك، شلون أولوياتك. بالنسبة لي أنا أولوياتي هي الدراسة والتمرين. ممتاز. عندي وايد أهم من السفرات وشوية طلعات لبرا. بالأسبوع عندك سبعة أيام، إذا تعرف تنظم وقت كلاساتك مع تمرين أنت راح تقدر أنك تجتهد بالاثنين. يعني أعطيك على سبيل المثال، أنا يعني أخذ أربع خمس كلاسات في السمستر بنفس الوقت، على أتمرن تمرينين باليوم، أتمرن حوالي من خمس لست ساعات باليوم، اللي حوالي ثلاث ساعات كل تمرين. إذا تعرف تصيد التمرين متى تمرين وشون توازن بين الاثنين راح تجتهد. بأمريكا نفس ما أنت قلت التنافس يعني عالي. أنا قاعد ألعب مع ناس هم صار لهم سنين باللعبة وناس يعني متفرغين حق اللعبة، أو يعني هذا رزقتهم. بالنسبة لي أنا أتمنى يكون هذا رزقتي، بس الحين أنا عندي فرصة إن أنا كآخر لعانة وأنا قاعد ببيتنا، الشيء الوحيد اللي لازم أسوي إني أدرس. فإذا الدراسة تأخذ مني أربع ساعات أنا عندي 20 ساعة فاضي باليوم، فالعشرين ساعة أقدر إني أفرغ نفسي ست ساعات عشان أتمرن فيها. فبس الموضوع كله شنو أولوياتك وشلون تقدر تنظم أمورك. يمكن محمد قاعد يدرس تغذية وقاعد يشتغل أو قاعد يمارس هذه المهنة وهو فترة دراسته، لكن محمد بعد التخرج إن شاء الله هندسة صناعية ولا فنون قتالية؟ لا أنا حياتي كلها فنون قتالية. أنا أبي أمشي بهالمجال وأمشي بهالمسار لي إن شاء الله لما أكون إن شاء الله يوم ليوم بطل عالم إن شاء الله. ليش لا؟ يمكن بالكويت بالعالم لما بديت الفنون القتالية بالكويت، أنا عمره ما الجول مالي ما كان الكويت ولا خليج ولا كومة العرب، دائما كنت أشوف فوق والناس كانت كلها تقول نزل راسك شوية، بس مدام الله ما أعطيك نعمة إنك تحلم، إنك وإذا لما تحط الشغل وتأمن باللي عندك يا أنت، بس اللي عليك إنك تتوكل على الله والباقي مكتوب. فأنا وقتي كله بالتمرين، وبإذن الله إن شاء الله بعد الشهادة بإذن الله راح استغل كل وقت عندي اياه ان شاء الله اوصل للعالميه باذن الله. اللي قال لك نزل راسك ولا تقعد تشوف فوق، بالعكس هذا ما يبي لك الخير، ارفع راسك وشوف فوق واعرف ان وراك مستقبل ولا تحلم، بالعكس خل هذه الاحلام كلها خطط مستقبليه انت راح تقدمها بالفتره الجايه عشان تقدر توصل حق النجوميه اللي تطمح لها. وما في احد ينكر، وخلوني بس اقول هذه الملاحظه، يعني شيء بالشيء يذكر، ان ما في احد ينكر ولا يتجرأ ينكر ان شباب الكويت وين ما كانوا الا انهم قاعد يبيضون الوجه في بطولات ولا في مجالات مختلفه. فاليوم كلنا مثل ما سمعنا صفقه الشباب توه حق محمد، كلنا داخل القاعه وبرا القاعه مطلوب منا فرد فرد
ان ندعم بعض، ان نشجع بعض. يا جماعه كفايه تحبيط، كفايه ان احنا قاعد نطق بعض. انا يمكن قايلها من قبل ان احنا ما قاعد نحارب من الخارج، احنا قاعد نحارب من الداخل، احنا قاعد نطق نفسنا. فاليوم كل واحد من ربعنا عنده موهبه، عنده ثقافه، عنده اي شيء يرغب فيه. بالعكس، ليش ما نطور؟ ليش ما ندعم؟ يعني اليوم انا افتخر بمحمد، وافتخر بمحمد، وكل واحد موجود بالقاعه يفتخر ان محمد قاعد يمثل الكويت بجانب يشرف، ما يفشل. احنا ما قاعد نقول على الامور اللي ممكن تكون مخله بالاخلاق والدين، وا وا وا. لا لا لا، اللي قاعد يسوونه شيء يشرف. فكل يوم اليوم كل واحد فينا موجود بهالقاعه، او قاعد يسمعنا على مارينا فام، او قاعد يشوفنا على مارينا تي في، ان نلتزم بامر واحد، ان ندعم بعض ونشجع بعض عشان نوصل الى مجتمع واعي، مجتمع يفتخر بنفسه بدون الحاجه الى دعم خارجي. هذه توصيه من اخوكم، يعني ارغب اني كنت يعني مو محضره الا ان هي طلعت مع الكلام اللي سمعته منه. وطبيعي محمد طالب بالولايات المتحده قاعد يتعرض لوايد امور، مو شرط من الكويتيين نفسهم، من يمكن منافسين له يحاولون يهدمون هذا الطموح اللي عنده. لكن محمد، انا عمر القصاص ومارينا اف ام والاتحاد الوطني وكل طلبه امريكا وياك لين توصل الى النجوم ان شاء الله. هذا الكلام اللي قاعد اقوله هذا وعد مصور، والشباب قالوها قدها، هذا الوعد مصور وراح ينعرض وراح يتوثق ان اليوم في شيكاغو وب 2021 في مؤتمر الطلبه قلنا حق محمد ان بيوم من الايام راح توصل، وبعد سنين اطلبك انك تطلع المقطع وتحطه وتقول انا وصلت بتوفيق من الله ثم اجتهادك. وهذا الكلام مو بس حق محمد الأقرع، هذا الكلام حق محمد المرزوق في مجال التغذية أيضا، وإن ندعمه. نفس الكلام له، ونفس الكلام حق كل طالب قاعد بين الجمهور عنده شيء ناطر الفرصة إنه يطلع ويقول أنا عندي هذه الموهبة وعندي هذه الرغبة اللي ودي أقولها قدام الناس، بس محتاج الفرصة. برنامج كلاس موجود اليوم ولا بالأيام الجاية، تتواصل وياي وتطلع ببرنامج كلاس على مارينا فم وتقول أنا هذه موهبتي ومحتاج الدعم الإعلامي، ولك كامل الدعم. هذا وعد وأنا مسؤول عن هذا الوعد. قبل لا نختم فقرتنا اليوم مع الطلبة محمد المرزوق ومحمد الأقرع، محمد إذا ودك تقول شيء في ختام هذه الفقرة. أنا بس النصيحة اللي ودي أقدمها إن الواحد يستغل وقته قد ما يقدر. يعني إحنا في أمريكا هني كلنا نقدر نسوي شيء، يعني إذا الواحد قاعد يضيع وقته على الفاضي ما راح يستفيد من ولا شيء. يعني أنا عن نفسي أشوف إن أنت كطالب تقدر تسوي شيء اللي أنت تبيه، سواء كان بالرياضة، سواء كان مجال أنت تحبه، سواء تتعلم استثمار، أي شيء أنت ممكن تسويه. عدد الطلبة قاعد يضيعون وقتهم على الفاضي اللي أشوفه قدامي شيء يزعلني، إنه ليش قاعد تسوي نفسك كذي؟ بعد التخرج شنو بتسوي؟ اغلب الناس لما يتخرجون ما يلاقي الوظيفه، يقعد مثلا مكانه 9 شهور سنه سنه ونص ما عنده ولا شيء يسويه. ليش تسوي نفسك كذي؟ ليش ما تحاول تبني لك شيء ان انت ما تعتمد على احد انه يوظفك او يسوي لك شيء؟ خلاص انت عندك مصدر دخلك الخاص، تعتمد على نفسك، تبي نفسك بنفسك، وما تحتاج ولا احد اساس توصل للشيء اللي انت تبيه، بس يحتاج شغل واجتهاد والتزام. وانت قدها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الله يسلمك. محمد الأقرع اذا ودك تقول شيء في ختام هذه الفقره. بس بغيت اقول شكرا لكم كلكم، ما تدرون ايش كثر دعمكم ووجودكم معاي هو يسهل لي طريقي. بس نصيحه من اخوكم لكم كلكم، اي شيء ببالكم، اي شيء انتم تشوفونه، اي طموح، اي حلم تبونه، صدقوني تقدرون توصلون له. انا من عمري 14 سنه انا كنت اتمنى ان اكون بهالمكان، اتمنى اكون بامريكا، اتمنى ان اتمرن مع ابطال العالم، اني انافسهم، اني اكون احسن منهم. وانا كنت شايف هالنظره من وانا صغير، من ايام متوسط، من ايام ابتدائي. فلو شنو الناس ما تثق فيكم او ما تثق بالشغله اللي تبونها، صدقوني بس من تحققون هالشيء الناس كلها راح تصفق لكم. احمد
احنا في ختام فقرتنا الحين مع الطلبة في برنامج كلاس اللي قاعد يشوفونا على مارينا تي في او قاعد يسمعونا على مارينا اف ام او الطلبة اللي موجودين يانا اليوم في شيكاغو. هذه الحلقة حلقة خاصة في مؤتمر اتحاد الطلبة في الولايات المتحدة الأمريكية، وإحنا تشرفنا كمارينا أن نكون راعي إعلامي لهذا المؤتمر عشان نغطي أهم الأحداث اللي قاعد تصير ونطلع وياكم بالستيج ونسولف عن الطلبة وشنو محتاجين الطلبة. وعندنا نموذجين، محمد المرزوق ومحمد الأقرع، طلبة في الولايات المتحدة قاعد يستغلون تواجدهم بأشياء هم يحبونها. كم طالب اليوم موجود ناطر هذه الفرصة وناطر نخطي الخطوة الأولى، ونقول لكم شبابنا قدها، شبابنا دائما وأبدا راح يثبت للعالم أجمع أن الشباب الكويتي طموح والشباب الكويتي ما راح يوقف عند إنجاز ولا إنجازين. الشباب الكويتي راح يكمل ويستمر لين يرفع رأس الكويت، وراح يرفع رأس أهله، وراح يرفع رأس نفسه، ما ينسى حتى نفسه اللي هو من البداية شجع نفسه أنه يوصل، راح يوصل إن شاء الله. مكملين إياكم إن شاء الله فقرة كلاس وبرنامج كلاس من شيكاغو، لكن إن شاء الله بريك ونكمل إياكم بعد 5 دقائق. أنت تسمع برنامج كلاس من شيكاغو في مؤتمر اتحاد طلبة الكويت بالولايات المتحدة الأمريكية. آخر ربع ساعة في هذه الفقرة اللي قاعد نقدمها لكم اليوم من ستيج مؤتمر اتحاد الطلبة، وموجودين اليوم تحديدا في شيكاغو. برنامج كلاس موجود وياكم اليوم، واللي قاعد يسمعونا على مارينا اف ام او قاعد يشوفونا على مارينا تي في. والمؤتمر الأحمر ما يكتمل إلا مع الأحمر في بنك الخليج. مساء الخير. مساء الورد، يا هلا مرحبا. يا هلا والله. اليوم معانا من بنك الخليج مساعد مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج حمزة التيلجي. طبعا سمعنا جمهورك توه وصفق، وهذه كلها الظاهر توصيات حق المسابقة اللي راح تصير. صحيح، اليوم إن شاء الله عندنا مفاجآت كثيرة حق طلبتنا تحديدا في الولايات المتحده الامريكيه واللي بمدينه شيكاغو ان شاء الله. ممتاز. يمكن نفس السؤال اللي يتبادر بذهن اي انسان اليوم يشوف ان بنك الخليج قاعد يرعى المؤتمر، وهذه مو اول سنه لرعايتكم لمؤتمر اتحاد الطلبه، والسؤال بنك الخليج ليش قاعد يرعى المؤتمر؟ صحيح، اول شيء احنا سعيدين جدا باستضافتنا في المؤتمر السنوي للاتحاد الوطني لطلبه الكويت في الولايات المتحده الامريكيه، وكدورنا احنا في بنك الخليج وإيمانا في قوة الشباب وإبداع الشباب وحرصا منا على هذا من الشباب، احنا نقول لهم احنا دوم وياكم وبنك الخليج معاكم دوم. وشعارنا لهذه الفترة انتوا دوم فخرنا، فنحب نقدم لهم منتج جديد في من منتجات بنك الخليج، وهو منتج يتماشى مع متطلبات الطالب الكويتي في الولايات المتحدة الأمريكية. احنا عندنا حساب رد، حساب يهم فئة الشباب من عمر 15 ل 25 سنة، اسمه رد بلس. هذا رد ورد بلس. راح نعرض لكم الحين اعلان هذا المنتج، وراح نشرح ونتكلم فيه زيادة بعد الاعلان. ممتاز، خلونا نشوف الاعلان اللي مجهزينه لنا اليوم بنك الخليج. يمكن الشبه واحد بس غير بكل شيء، حتى غشمرتهم ما حد يفهمها غيرهم. الرجيم والحماس دوم يبلش يوم الأحد، وواحد يشجع الثاني، وبهالجو الحلو يا سلام، يبا فرحة التخرج ما تنسي. أدري إن لو تلف الدنيا رفيجك هذا يبقى دوم بظهرك. ترى هم اللي طلعون الهبات على فكرة، ومن كثر ما يكملون بعض بكل شيء على بالهم اخوان، ومن بطن واحد فوله وانقسمت بالضبط مثل رد ورد بلس، دوم يكملون بعض. اطلب بطاقة رد بلس مسبقة الدفع الان عبر تطبيق بنك الخليج. يبا اللون لونك. ممتاز، احنا يمكن شفنا الحين هذا الاعلان، وابي اعرف اكثر تفاصيل اكثر عن علاقة بنك الخليج مع الطلبة في الولايات المتحدة أو حتى بالكويت. احنا أول شيء نؤمن بالطاقات الشبابية، وإبداعنا ونجاحنا، نجاح بنك الخليج ما وصل لهذا المستوى إلا من إبداع الشباب. فإحنا في حساب رد
وفرنا لهم كل اللي هم يحتاجونه، لأن هم الجيل أو الفئة اللي إذا ارتاحت تبدع، وإحنا هذا اللي ننتظره من طلابنا اللي موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية. بأمريكا إن شاء الله إحنا وياكم ومساندينكم بنك الخليج معاكم دوم، لأنكم أنتم فخرنا ونبيكم تردون إن شاء الله الكويت بشهاداتكم وإبداعاتكم حق ديرتكم. ممتاز. اليوم بنك الخليج عنده رسالة ما هي إلا أنه يطرحها، اللي هي تحمل تحت عنوان أنتم فخرنا، وقاعد يسوي أمور وايد عشان يدعم هذه الحملة، ألا وأكبر دليل رعايتهم لمؤتمر اتحاد الطلبة، ويعتبر هو من أكبر التجمعات الطلابية حق الطلبة الكويتيين. صحيح. ممتاز. شنو الرسالة الأخيرة اللي ودك تختم فيها يعني هذا اللقاء مع بنك الخليج، واللي يحمل مثل ما قلت قبل شوي أنا تحت عنوان أنتو فخرنا؟ حلو، دوم فخرنا. بنك الخليج يوفر حق الشباب كل الوظائف اللي يحتاجونها، سواء كانت فترة دوام كلي، فترة دوام جزئي، أيضا كذلك يوفر لهم فترة العمل الميداني، وهذا شيء يتيح لهم فرص أكثر للتوظيف، لأن احنا نبي نساندهم ونساعدهم بكل شكل من الأشكال. طبعا بهالفقرة كان ويانا حمزة التلجي من بنك الخليج، وكنا في تغطية خاصة لبرنامج كلاس من مارينا فام ومارينا تي في لمؤتمر اتحاد الطلبة في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا تبي تقول شيء قبل لا نختم الفقرة لك المايك. سعيدين جدا بتواجدنا مرة ثانية، ونحب نقول حق كل طلبتنا عسى الله يوفقكم، شدوا حيلكم، والكويت تنتظركم بإنجازاتكم وإبداعاتكم. وما بعد كلامه إلا أني أقول لأن الشباب عالم جميل، ولأن أنتوا فخرنا، ولأن احنا اليوم مع جيل طموح أتى لتحقيق رؤية وطن. الله يعطيكم العافية. كنت وياكم أخوكم عمر القصاص من مارينا فام. هذه الحلقة الناس اللي قاعد يشوفونا الحين في مارينا تي في أو قاعد يسمعونا على مارينا فام، احنا موجودين في شيكاغو لتغطية مؤتمر اتحاد الطلبة في أمريكا. الله يعطيكم العافية، شوفكم على خير إن شاء الله بمؤتمر جاي أو حلقات جاية من الكويت طبعا مو من أمريكا. كذي خلص البرنامج، وشوفكم على خير ومع السلامة. أنت تسمع برنامج كلاس من شيكاغو في مؤتمر اتحاد طلبة الكويت بالولايات المتحدة الأمريكية.